في متابعة لآخر المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، راشد الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة يرد على رئيس الجمهورية، وخاصة أمام المسيرة اللي تعملت في تونس العاصمة للمطالبة بحل البرلمان ومحاسبة الأحزاب السياسية. راشد الغنوشي كان أدلى بتصريح خلال ندوة أشرف عليها بمناسبة ذكرى الاستقلال حول الحركة الوطنية، وقال بأنه فما عديد الدعوات التي تطالب بحل البرلمان وهذا غير معقول، ولا سبيل لحل البرلمان التونسي إلا في حالة واحدة فقط. أنا أقول لا سبيل لحل البرلمان التونسي، أنا أقول ماذا سبيل دستوري لحل البرلمان التونسي لحالة واحدة، عندما يعجز البرلمان التونسي عن إنتاج حكومة، عن القيام بدوره لتزكية الحكومة، هذه الصورة الوحيدة والباقي كله ديكتاتورية. واستنكر راشد الغنوشي دعوات اللي تطلق من هنا وهناك لحل البرلمان وتحميل المسؤولية في كل الأزمات السياسية في تونس إلى البرلمان التونسي. أمر مؤسي حقيقة، اليوم نقرأ في واحدة من الصحف تقول سبب المصائب الكبرى لتونس هو البرلمان. كان هذا الرد مباشرة على رئيس الجمهورية اللي عبر على موقفه في أكثر من مرة بأنه الحل هو تغيير النظام وحل البرلمان التونسي، بينما يرى راشد الغنوشي إذا كان يتم الحديث على تغيير النظام فإنه لازم يكون نظام برلماني كامل وليس نظام برلماني معدل، كما يرفض أيضا تعديل النظام إلى نظام رئاسي. ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو القادم.